أحييك جميع المستمعين لإذاعة طنجة. إذا ما الجديد؟ قد سبق لنا حديث أول وفي محطة أولى، هل هناك من جديد سي سعيد؟ نعم، يعني الفنان دائما كيكون عنده جديد، نعم دائما كتلقاه مواكب في الميدان ديالو الفني، خاصة الفني. نعم عندي جديد، وعلي آخر الأعمال اللي كنت اللي عملتها، يعني تقريبا ما غاديش نقول هذا العام ولكن العام اللي قبل، نعم كانت منها أغنية أنت شتا اللي عملتها مع الأستاذ فؤاد العنيز، اللي راه يعني كان اعترف بأنه فنان موهوب بمعنى الكلمة. وعندي مع العمل الأولي تعاملنا فيه أغنية أنت شتا، عندنا دابا عمل ثاني هو عمل على أغنية للأطفال، هي بعنوان طيور السلام، اللي فيها غادي يكونوا فيها إن شاء الله، هي الآن مازال في الإنتاج، غادي يكونوا فيها إن شاء الله أطفال من المغرب وأطفال من ألمانيا، مغاربة من ألمانيا، أطفال مغاربة من كل ناحية من المغرب، يعني من الشمال من الجنوب، وأنتم إن شاء الله غتسمعوا منها واحد طريف. غادي نرجعوا لهذا المشروع المشترك، خاصة وأن يعني أغنية الطفل ليست بالأمر السهل وبالأمر الهين. غادي نبقاو مع السي فؤاد العنيز عند يعني أول لقاء مع سعيد هيكل. سي فؤاد العنيز، كيف تم اللقاء؟ بطبيعة الحال كان عبر الإنترنت، نعم سعيد هو غني عن التعريف بطبيعة الحال، فنان اللي الصوت ديالو يسبق المدى ومعروف الحمد لله. كان أول لقاء تعرض له مع هذا الكتاب، هو في الحقيقة ماشي أول لقاء، لأن اللقاء كان عبر الإنترنت، ولكن لقاء ثاني وجها لوجه يعني. في الواقع كان الحمد لله معركة كبيرة في الدار البيضاء، وسي سعيد راه بطبيعة الحال أي واحد كيتعرف عليه راه وكيدخل القلب بالفرحة، سفير المحبة والسلام. نعم أكيد. طيب كانت إنتاج ده أول عمل كيجمعكم؟ فعلا أول عمل جمعناه كانت تجربة جد ناجحة، أنا شخصيا فوجئت بالقيمة الإذاعية ديال سي سعيد. تجارب أخرى داخل الوطن مع فنانين آخرين، ولا باش نتعرفوا شوية على فؤاد العنيز أكثر؟ في الحقيقة لا، بالنسبة لي أنا متعدد في المواهب كما يقال، فأنا كنرسام وكنشتغل مسرحية بالإضافة لوظيفة بطبيعة الحال رسمية، فأنا كنرسام وكنألف وكنخرج المسرح، وبطبيعة الحال كنكتب الشعر الفصيح والزجاج. نعم، ومن هذا الباب يعني تعاونتي مع سي سعيد هيكل، يعني انتش ده هو زجل ولا كلمات فصيحه؟ لان انتش ده كيف كتنطقوا هذا يعني بانها كلام دارج، يعني كلام فعلا هي قصيده زجليه بالذات، قصيده زجليه، ولكن بعد تنسيق مع سي سعيد حاولنا ان نطوروها أو نخصوها ونرجعوها أغنية. نعم، إذا قبل ما نسترسلوا في الحديث، وحنا كنتحدثوا على الموسيقى، فأكيد غادي خص يكون عندها الحيز الكبير. وقبل ما نستمعوا لأغنية انتجدا كلمات فؤاد العنيز ألحان وغناء سعيد هيكل، هل تستحضر أبيات سي فؤاد ديال هذه القصيدة؟ وبها غادي نرجعوا للاغنيه، ام ما كتحضركش ابيات؟ لا هي معايا الحمد لله. تفضل، اذا غادي نستمعوا لها بصوتك في البدايه قبل ما نستمعوا لها ملحنه ومغنات بصوت سعيد هيكل. بكل فرح سي بنت البارح بنت اليوم وغدا، صوتك يطرب صارح يزيد بقلبي نبضه، انت الفرح بوجه القمر برجه، انتي زماني الجميل الجاي قبل ما يبدا، انتي عندي العسل من شهده ينزل، الحر ايام يضل وعطور ورده، انتي طريقي ودربي خطوات
تساوي نبضات قلبي جمدة جمدة جشدة جمدة في البارح بنت البارح بنت اليوم وغدا بغيني نبغيك نطرش لك صدار.